كان بعض العلماء لا ينام إذا نزلت بالمسلمين نازلة أو حلت بهم مصيبة من شدة ما يجد من الشجا والألم، فما من أم تبكي إلا وهي كأمك، وما من أخت فقدت أخيها إلا كأختك، وما من بنت فقدت أباها فيتمت إلا كبنتك. فهذا واجب على المسلم أن يستشعر أن يحس بقوة الإسلام وحق الإسلام. وأقل ما يجب الواجب نصرتهم بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وهذا أصل نؤمن به ونعتقد أن كل من يؤذي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأنه ما من أخ لنا في الإسلام يستنصر بنا إلا وجب نصره بكل ما تعني هذه الكلمة، ونعذر بها إلى الله جل جلاله. وأما أقل ما نوصي به وليس بالقليل أن يفزع العبد إلى ربه، وما يدريك فلعل دعوة منك تستجاب في ظلمة ليل أو ضياء نهار، وما يدريك فلعلك أن تدعو لإخوانك دعوة تفرج بها كروبهم فيكتب الله لك بها مثاقيل الحسنات. فادعو لإخوانك، وادعو لهم في صلاتك، وادعو لهم في سجودك، وادعو لهم في مظان الإجابة، وافزعوا إلى الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه.